هي اللي المفروض تعتذر لانها سب وقصف. لما اقول لها اسكتي لما تسكت هي وتقاطعني وانا اسكتها، غير خالص لما تغلط في الفنان المصري وتقول انت مش فنان، انت مش، انت اقل من المستوى. اعمل بروفات، لازم يكون في الناس انا اعمل معاهم. انا اصلا ما اعرفش مين دول، جم ازاي هنا وعملوا بروفات ازاي، حتى هم ما كانوش عارفين يعملوا ايه على المسرح. فعشان كده رفضت جدا جدا وزعلت جدا، لان الحاجات دي بتبقى لازم فيها تنسيق وفيها بروفة واثنين وثلاثة، وده كل المختصين عارفين والغير مختصين كمان عارفين. اللي رحت اثبتت ده وعملت محضر لاني معايا الحق، وهي من امبارح وعماله هي تعتذر ليا وطلعت تعتذر في القنوات علشان هي عارفه ان انا معايا الحق. انا ما غلطتش في المراه التونسيه، لان المراه التونسيه ما عاش ولا كان انها يكون هي دي صوره المراه التونسيه. المراه التونسيه احنا عارفينها كويس، وانا عارف مين هي المراه التونسيه، وعارف قد ايه هي ست راقيه وست ملتزمه وست يعني بتفي بالوقت.